على الرغم من انقضاء 4 أعوام على انطلاقتها، إلا أن روح الهبة الشعبية بمطالبها 7 التي حددتها القبائل الحضرمية حينها للحكومة لا تزال حاضرة. هذا ما تؤكده هذه الحشود الجماهيرية الكبيرة والمتوافدة ليس فقط من مدن ومديريات حضرموت بل وشبوة أيضا، لإحياء ذكرى الهبة التي جاءت وكردة فعل على مقتل الرئيس المؤسس لحلف قبائل حضرموت آنذاك المقدم سعد بن حبريش. يا ذكرى رابعة للهبة الشعبية الحضرمية مناسبة، ونطلب من فخامة الأخ رئيس الجمهورية ربما منصور هادي بندع عاجل إصدار قرار سياسي بإعلان أقليم حافظة حضرموت واللي هو مرسوم أمامكم. إحياء ذكرى الهبة الشعبية هذا العام يتزامن وقد شهدت المحافظة الكثير من المتغيرات، والتي شملت في بعض جوانبها تطبيق أحد أهم مطالبها وهو تمكين الحضارم من حقهم في إدارة أمن محافظتهم. ربما لا يرى الكثير منا ما تحقق من منجزات ومكاسب خلال السنوات الأربع الماضية، بالنظر لما عانت من حضرموت من المخلفات السابقة ومن عبث القوى الإرهابية. وعلى الرغم من ذلك وتلك الاستجابة الطفيفة كما وصفها رئيس حلف قبائل حضرموت للمطالب 40 التي احتوتها مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع، إلا أن هذا لم يمنع الحلف وبوصفه المرجعية القبلية الأكبر في المحافظة من التأكيد على استمرار دعمه ومساندته للحكومة والتحالف العربي في استكمال استعادة الشرعية في البلاد وإنهاء التمرد والانقلاب. أكثر من رسالة أراد حلف قبائل حضرموت أن يوجهها من خلال هذه الحشود الكبيرة في الداخل والخارج بشقيها السياسي والحقوقي. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.